للمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة وحول هذه القضية انضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور مهند أحمد سالم، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية. سعادة الوزير، هي قمة ثلاثية تأتي في توقيت بالغ الخطورة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الضفة الغربية. ما الذي جاء في هذه القمة وما الجديد فيها من أجل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق؟ اهلا وسهلا اخي مصطفى، وشكرا لكم ولمستمعي قناتكم المحترمه. اهلا وسهلا. هذه القمه الاردنيه المصريه الفلسطينيه هي في سياق التنسيق المستمر بين القيادات الثلاث فيما يتعلق بالمساله الفلسطينيه ووقف الحرب الدائره في غزه والتضييق، وايضا محاولات ترويع المواطنين او اضرار باستقرار الضفه الغربيه. الموقفان المصري والأردني موحدان ومتحدان ومتناسقان في أعلى درجاتهما منذ اليوم الأول الذي عبرت عنه القيادتان فيما يتعلق بضرورة وقف الحرب واستعادة المسار السياسي للسلام وعملية السلام ووقف استهداف المدنيين، والثالث الأمر الثالث الذي كان التركيز عليه دائما ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والعلاجية والمواد المؤمنة الخاصة بحياة المواطنين. هذه جملة المواقف وجملة الثوابت المصرية الأردنية المشتركة هي التي إذا لاحظت وتابعت، وأعتقد أنكم تتابعون، هي التي رسمت أيضا خطوط عامة للموقف العربي الذي عبرت عنه قمة القاهرة، وأيضا الذي عبرت عنه القمة العربية الإسلامية في الرياض. لاحقا كان هناك جهود مستمرة للقيادتين وتواصل مصري أردني دائم مع القيادة الفلسطينية أيضا التعبير بشكل واضح وصريح ولا لبس به لرفض التهجير وإيجاد أي ظروف من قبل أو خلق ظروف تدفع الفلسطينيين في غزة إلى هجرة مناطق استقرارهم أو الدفع بانفجار الضفة الغربية. نعم. يؤول إلى تصعيد أخطر مما هو عليه اليوم. دكتور مهند، منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر ونرى ازدواجية في المعايير الدولية تجاه هذه القضية بالتحديد، لكن المواقف العربية إلى حد كبير متشابهة وأيضا تقف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، لكن الموقف المصري والأردني كما ذكرت سيادتكم هو موقف موحد تجاه هذه القضية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة الشعب الفلسطيني. هل هناك من تنسيق آخر ما بين الدول العربية، ما بين حث المجتمع الدولي على تبني وجهة نظر أخرى لها علاقة بتوحيد الجهود الدولية تجاه هذا الشعب؟ سيدي، خلينا نكون واضحين ودقيقين. المسألة الفلسطينية فيما يتعلق بموقف مصر والأردن منها قد تكون مختلفة عنها مع أي دولة عربية أخرى، وإن اتفقت المواقف العربية وتوحدت على الموقف من هذه الحرب أو على موضوع الفلسطيني منذ وقت طويل فيما يتعلق بمسار السلام ومنذ خيار المبادرة العربية للسلام اللي انطلقت 2002 واللي تنكرت فيها إسرائيل وقوضتها وقوضت حل الدولتين. لأن المسألة الفلسطينية فيما يتعلق بغزة لمصر والضفة للأردن من حيث العلاقات هي المعبر الوحيد الذي يرى منه العالم. العالم هو عبر مصر وعبر بالنسبة للضفة الغربية عبر الأردن. هما لصيقتان بالمشهد بشكل لا يمكن تجاهله ولا يمكن اغفاله من حيث خصوصيته الجيوسياسيه ومن حيث خصوصيته الاجتماعيه والجغرافيه والثقافيه ومن حيث الامن الوطني القومي. نعم. مصريا او اردنيا او اردنيا. هذا الامر يجعل المشهد الفلسطيني في الدبلوماسيه الاردنيه والدبلوماسيه المصريه ربما حضورهم من حيث درجات عالية المستوى وعالية الاهتمام. من هذه الثنائية المصرية الأردنية فيما يتعلق بالمتغير الفلسطيني هي التي رسمت حدود التحرك الذي أثر على المستوى العربي ورفق مستوى التوحد في هذه القضية ومواجهتها والتعاون من أجل الخروج بموقف عربي موحد اللي انعكس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي صوت على نبذ هذه الحرب ووقفها والدعوة إلى إنهاء هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب
الفلسطيني. ما ضمن استمرار دوام هذا الموقف هو الموقفان المصري والأردني اللذين عبرا بشكل واضح وانتهيا إلى مآلات واضحة على صعيد طيب. تبني خطاب عالمي لوقف هذه الحرب وضرورة إيصال المساعدة بجانب توقف الحرب. دكتور مهند، الأردنية والمصرية نعم. والضغط الذي مارسه جلالة الملك وسيادة الرئيس السيسي والتنسيق العالي في مختلف الملفات الإقليمية دائما بينهما قد نجح بإيجاد أفق واضح ولا رجعة عنه، ولكن المعايير الدولية فيما يتعلق بسؤالك ورعاية الغرب لإسرائيل وغرب والإزدواجية في موضوع التعامل مع إسرائيل هي التي اليوم هي الجهد الأكبر الذي يستهدف الموقف المصري والموقف الأردني، بحيث يقولان للعالم بأن الخطاب اللا إنساني الذي تقدمه إسرائيل المحتلة لقطاع غزة والتي تريد أن تفجر الوضع بالضفة الغربية هو الذي يجب أن يعود إلى جادة الصواب واستعادة العملية السياسية فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين وحرية. طيب دكتور أحمد، لو تحدثنا عن المسارات، وأيضا أشكر حضرتك أولا، وعن اللاءات الثلاثة التي تحدثت عنها القمم والقمم السابقة، لا لتهجير الفلسطينيين ولا لتصفية القضية وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق أيضا، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، كيف يمكن تطبيق ولأي مدى يمكن الوصول إلى تطبيق هذه اللاءات الثلاث؟ باعتقادي أن مسألة إيصال المساعدات كان هناك أفق واضح فيها فيما يتعلق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر والجهود التي يبذلها الأردن على من خلال المعبر الإنساني اللي يمر من خلال سفير الملك حسين للمنظمات الدولية تبع الأمم المتحدة، ومن حيث العبء الذي تقوم فيه مصر فيما يتعلق بإخراج المصابين أو إيصال خروج المدنيين الذين تعرضوا لضغط خلال وجودهم واحتجازهم خلال فترة الحرب في الشهور الأولى. اليوم الآلات التي يجب أن نقر بها بأن تطبيقات القرارات الدولية هي التي تدفعنا إلى ضرورة إيجاد مخرج حقيقي لاستعادة الضمير العالمي الغربي لوقف دعم إسرائيل. وأنا أعتقد أن الدبلوماسيتان الأردنية والمصرية تمارسان الجهود الكبيرة، ويمكن تابعتم خطاب جلالة الملك في نصب كيغالي في رواندا قبل يومين اللي أيضا أعاد التذكير بأن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية، ويجب للعالم أن ينقذ نفسه من الوقوع بالهاوية من حيث عدم تصديق الخطاب اللا إنساني الذي تقدمه إسرائيل. الاستشهاد بمواقف عالمية والاستشهاد بظرفية تاريخية مهمة لا تؤول بالمنطقة إلا إلى مزيد من الدمار وتطويع الخطاب الدبلوماسي العربي والعالمي والتأثير في الخطاب الأوروبي والخطاب الأمريكي. اليوم نجد أصوات تقول يجب وقف الحرب. الجماهير الأوروبية التي خرجت، العالم الغربي وهذا ما يهمنا، يتأثرت بالجهود الدبلوماسية التي بذلت على مستوى عربي وعلى مستوى دول صديقة وعلى رأس أو شقيقة أو أجنبية وعلى رأسها الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تجد مساندة ومرافعة أردنية داعمة لها وجهود عربية أخرى وعلى رأس الجهود الشقيقة الكبرى مصر. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور مهند أحمد سالم، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الأردنية شقيق، شكرا جزيلا لك.